تيبس تو فيدي. اوكي طيب، فاحنا حكينا هلا بنحكي عن الكوادريسبس تندينايتس وانها صارت بالميلز اكثر، انها صارت بالرياضات اللي ايش فيها زي الباسكت بول والفولي بول حاطين صورهم. طبعا الرياضات اللي فيها كمان جامبينج زي اللونج جامب والهاي جامبس كمان بيصير فيها. ليش بيصير في هدول جامبينج كوادريسبس؟ لانه بيصير في عندي ايش بالمسل، اي نوع من انواع الاكسنتريك كونتراكشن. فمع الاكسنتريك كونتراكشنز المتواصله بيصير في عندي مايكرو تيرز ومنخش بالكوادريسبس تندينايتس. البين وين راح يكون لوكالايزد؟ باي منطقه يا عبد الله؟ upper pole of patella. upper pole أو superior pole of the patella. تمام. ورح يكون في عندي هناك يعني إلها stages زي ما حكينا بتمر، إنه ممكن تكون بعد الactivity وبعدين بالlate phases بتصير إيش خلال وقبل الactivity. ماشي الحال. إحنا رح نحس tenderness على superior pole of the patella. ممكن يكون في عندي swelling إذا كان ال inflammatory process أو يعني the process صارت advanced. اكيد راح يكون عنده بين لما نسوي ايش اكتيف اكستنشن اجينست جرافيتي، لانه بيكون الكوادريسبس محل ما هي رابطه في الباتيلا شو مالها صار فيها مايكرو تيرز وصار فيها ايش ديجنراتيف بروسيس. الراديوغرافس بالعاده ايش بنشوف فيها الاكس راي يعني بتكون ايش مالها نورمال. الالترا سام زي ما حكينا ممكن نشوف في ديسربشن في التندون او ثيكنينج، بس بتعتمد كتير على اللي بيسوي الترا سام، لازم يكون ايش محترف علشان يطلع لنا جود ريزلت. الام ار اي هي الموست سنسيتيف، شو بشوف فيها يا محمد ابو هاني؟ بشوف وايت اريا. تمام، بشوف فيها سيجنال. ايمان تقدر تشاور لنا على السيجنال ولا لا؟ الصوره رقم 2 ورجيني الاستراكشرز، احكي لي شو هم الاستراكشرز. تمام. هلا طلعي هذا شو هذا؟ هذا الاستراكشر شو هذا؟ تمام، هاي الباتيلا ابدعتي. تمام، وعندنا هنا التندون الكوادريسبس تندون وينه؟ تمام ابدعتي. تمام، وعندنا هنا اللي هو الباتيلر تندون. هلا الباتيلر تندون واضح انه كلياته بلاك وبالتالي ما فيه شيء. تمام، هذا هو الباتيلر تندون او هذا الباتيلر تندون. ابدعتي يس. ابدعتي يعني. الكوادريسبس تندون في عندنا سيجنال هي هون هيك في شويه ابيض. تمام، مشاور عليها. فهذا ايش وكمان من فوق بس التندون مش ديسربتد كامل، بس في سيجنال، فهذا بسميه انا باتيلا كوادريسبس تندون تندينايتس. لو كان ديسربتد شو بيصير؟ تير، مش هيك؟ بيصير فول تير. يس. ابدعتوا معناته فاهمين. التريتمنت ايش بده يكون يا منار؟ اما نان اوبراتيف او اوبراتيف. نان اوبراتيف شو اسمه للبرنسبل بالعاده؟ هو اللي فيه ريست وايس و Elevation و Compression و Protection. يعني Price اسمه Price المختصر تبعه، زائد إيش؟ زائد Physiotherapy، زائد Analgesia، وهو Mainstay of Management. Operative زي ما حكينا Signal هاي بخش أنا بسوي لها Debridement and we rarely need to do that. ماشي الحال؟ هلا خلصنا موضوعين، نروح على موضوع اسمه باتيلر انستابيليتي. نروح على موضوع دكتور بس عندي سؤال عن الموضوع اللي قبل، يعني البين قديش بيكون السيفيريتي تبعته؟ ما احنا حكينا بيكون فيزز يعني هو طبعا ديفرنت من واحد من شخص لشخص، بس وانس ذا بيشنت اكسبرس هيز بين معناته ايش مالها بلشت انها تتعارض مع الاكتيفيتي تبعته، والاكتيفيتي هاي تختلف من واحد لواحد. يعني لو واحد لعيب فولي بول انها تعارض الاكتيفيتي انه يلعب فولي بول بالنسبه له هاي مينته مره، فهمتوا علي كيف؟ فهاي هون بتصير الاهميه انه قديش البين. ماشي الحال. هلا راح نروح على موضوع ثاني اسمه باتيلر ديسلوكيشن او الباتيلر انستابيليتي. ماشي الحال. ممكن سؤال؟ اسال. بس تفهموا انا نسيت اسوي ريكوردينج بتعرفوا، بس تفهموا. لا في ريكورد دكتور. بس تفهموا بتصيروا تسالوا، فهمت علي كيف؟ بس تفهم بصير تسأل. تفضل. شو الفرق بين الباتيلا تندينايتس وكوادريسبس تندينايتس؟ بما انه نفس يعني نفس الميكانيزم، نفس الريسك فاكتور، واثنين اكسنتريك. فايش الفرق؟ اتس اريس. يعني في ناس بيصير عندهم هيك، في ناس بيصير عندهم هيك. صراحة كل ما زاد العمر بتكون الباثولوجي صارت اكثر بالكوادريسبس، كل ما كان العمر اقل بتصير الباثولوجي في مين؟ في الباتيلر. الباتيلر. ماشي الحال، بيصير في الباتيلر تندون. واضح الامور. طيب هلا بدنا نحكي عن موضوع ثاني اسمه باتيلر انستابيليتي او باتيلر ديسلوكيشن. هلا راح احكي مجموعه من الكونسبتس علشان تقدر تساعدني في فهم اللي احنا بدنا نحكي.
طلعوا يا شباب هذا normal limb ماشي الحال. احنا دائما we describe هدول التنتين اللي هم تنين وثلاث بي وسي فيهم deformities ها. هلا احنا we describe احنا هلا بدنا نحكي عن الني بدنا نحكي عن الني فدائما الديفورميتي we describe what is distal to the knee. شو distal to the knee يا منار؟ اي عظمه او اي جزء من الرجل؟ في التيبيا والفيبيولا. التيبيا التيبيا او الليج ماشي. اذا كانت الليج رايحه ميديال بحكي لها ايش؟ فارس ديفورميتي. اذا كانت الليج رايحه لاترال ال فالجس ال لاترال فالجس اثنين ال شو بسميها انا هاي فالجس. الني شو باللاتيني معناها او اسمها يا ديانا؟ جينو شكلها جينو اسمها جينو فصارت جينو فالجس او جينو فارم. ديانا بالصوره رقم بي جينو ايش هاي؟ جينو فارم. وعبد الله بي سي جينو فالجم. فالجم ليش فالجم؟ عشان الليج طالع لبرا. طيب لو صارت هاي الاشي بالقلبه بالقلبه بحكي له ايش؟ ايش الكيوبيتس؟ كيوبيتس كيوبيتس فارس وكيوبيتس فالجس. بدعت. لازم تكون كلها بالاناتوميكال بوزيشن يعني ما بنفع يكون ما بحكي عن ديفورميتي الا اذا حطيت اللم بالاناتوميكال بوزيشن ماشي الحال. هلا طلعوا كونسبت ثاني كونسبت ثاني كونسبت ثاني. ايمان شو اللي حاطط عليه انا البوينتر شو اسمه؟ الفيمورال هيد. تمام. وهلا هلا اللي هي يعني نيك تبع الفيمورال نيك ولاحظي هون الفيمر نيك طلعوا الهيد والنيك النيك بالذات. هلا هذا تحت يعني ماخذين الاكسس تبعها كأنه بنطلع على المريض من فوق من عند راسه من فوق بنطلع عليه تحت حتى شايفين البوت تبعه شايفينه؟ يس. طلعوا هلا هذا الهيد هذا هون اللي هون ايش اسمه هذا اللي هون؟ هيب بون أسيتابيلون. هذا هو الأسيتابيلون بالبلفيس هذا الأسيتابيلون. اطلعوا الهيد بالأسيتابيلون بيعطي نقطة حمراء على نقطة حمراء شايفينهم؟ واحدة اثنتين شفتوهم؟ عشان الرجل تكون مستقيمة هلا اطلعوا كمان الهيد والنيك بكونوا مع الأرض مع الأرض يعني مع ظهر المريض زاوية شفتوها الزاوية؟ يس. هاي هاي بسميها انا ايش بسميها؟ انتي فيرجن. الصعب الكتابة على الماوس صراحة. فيرجن انجل. ايش اسمها؟ انتي فيرجن انجل. اوكي انتي فيرجن انجل. طلعوا طلعوا شو بيصير عندي هلا. شو اسمها كمان مرة؟ انتي فيرجن انجل. تمام تمام. طلعوا بالصوره رقم بي شو صار بالانتي فيرجن انجل هاي؟ زادت زادت. شفتوها كيف زادت بالصوره رقم 2 الانتي فيرجن انجل زادت حتى طلعوا هاي النقطه اللي على الهيد هي هون والنقطه اللي على الاستابلم شو مالها بعيده فالانتي فيرجن شو مالها صارت من 15 ل 35 علشان يرجع عشان يرجع النقطتين على بعض شو بده يسوي؟ internal زي ما هو بده يسوي internal rotation زي ما هو بالصوره مين دي. فعشان هيك الهاي فيمورال انتي فيرجن از ون اوف ذا كوزز اوف فراغ جيت فالجر جيت. لا فالجر جيت الله يسامحك هاي لقطه بتزيد. لا سيزر جيت into wingate into wingate هذا بصير هذا الاصبع شو ماله ان لجوا فهذا هو عشان هيك الاولاد الصغار اللي بيمشوا رجلهم لجوا بالاغلب شو بيكون عندهم excessive antiversion excessive antiversion او هاي femoral antiversion. فهمتوا هاي الفيمورال antiversion؟ طلعوا الصوره الاخيره هاي شو صار بالantiversion؟ ال صار ال مش هيك. هاي بسميها انا هذيك انتي فيرجن هاي بسميها ايش؟ ريترو فيرجن. ريترو فيرجن. اطلع عشان يرجع النقطتين على بعض شو بيصير بالرجل هون؟ تطلعها لبرا. فهمتوا القصه؟ فهمتوا القصه؟ دكتور في الصوره دي ليش صاروا
التو بوينتس بموقع البوينت الغلط بالصوره بي. هو عنده خلقه رب العالمين لا دي مش بي لا دي شوف هو بي هو بي بس هو صار طلع هو بي عنده الهاي فيمورال انتيفيرجن عالي الانجل فهو بده يرجعها للطبيعي علشان يعرف يمشي علشان الهيد يصير جوا الاسيتابيلم فشو بده يسوي بكل عشان انترنال روتيشن بده يسوي انترنال روتيشن صح بس المفروض انه يعني المفروض انه البوينت تنزل لتحت ايوه ما هي هيها طلع هاي البوينت هاي البوينت هيها نزلت لتحت هون يعني صارت عند الاستابيلم ماشي الحال هي القصد انا انها بدها تصير عندي ترجع تنزل عندي عند الاستابيلم كلها ماشي الحال اوكي انا عشان تفهموا الكونسبت تبع ايش الانتي فيرجن ماشي الحال اوكي خليني بس اوبا طيب برجع كمان هلا بحكي عن كونسبت ثاني عن اناتومي ثاني هلا هاي المسل ايش يا ايمان هاي المسل اللي هون فاستس ميديس ميديارس فاستس لاتيرالس واللي بالنص اللي بالنص اللي هي الريكتس طلع ورابطه رابطه باي تندون على الباتيلا بالكوادريس بالكوادريس والباتيلا رابطه مع التيبيا توبيركل بباتيلر تندون منار yes. هون في شيء اسمه ميديا ريتيناكلم هون في شيء اسمه لاتر ريتيناكلم ماشي الحال طلع في ستراكشر هون هيو هلا انا بدي ارسمه هذا طالع من الباتيلا اول شيء على الميديال سايد ولا على اللاترال سايد على الميديال سايد فام ميديال وطالع من الباتيلا رايح لحديت الفيمر هون ماسك على الفيمر هون فصار اسمه ميديال وطالع من الباتيلا باتيلو ورايح على الفيمر فيمورال ايش ليجمنت نختصره ام بي اف ال اتفقنا ام بي اف ال اتفقنا واضح الامور فهذا اسمه ايش ميديال باتيلو فيمورال ليجمنت فصار في عندي ستراكشرز مهمه هي الكوادريسبس تندون والباتيلر تندون والباتيلا والميديال ايش باتيلو فيمورال ليجمنت والميديال ريتيناكلم واللاترال ريتيناكلم الباتيلا وين بتخلع ميديال ولا لاترال ان جنرال لاترال تخلع لاترال اي ستراكشرز من مزعو الميديال ريتيناكيولا بالضبط الميديال ستراكشرز وخاصه هذا المحطوط عليه احمر الميديال اللي هو الميديال باتيلوفيمورال ليجمنت فاهمين علي ولا مش فاهمين اوكي كونسبت ثاني اسمه كيو انجل كونسبت ثاني اسمه ايش كيو انجل شوف قديش هاي الكونسبت هسه بتساعدنا الكيو انجل انا باخذ الباتيلا دويرة بعتبرها دويرة باخذ السنتر تبعها اتفقنا هي حطيت نقطة عليه وباخذ نقطة ثانية عند الانتيريور سوبيريور ايديال سباين ونقطة ثالثة عند ايش التيبيال توبيركل هلا بمد خطوط بين هاي النقط النقطتين الاوائل اللي هم السنتر اوف باتيلا بمد بينها وبين ايش طلعوا بينها وبين الانتيريور سوبيريور سباين خط اتفقنا والخط الثاني بمده بين ايش السنتر اوف باتيلا ومين تيبيال توبيرزيتي فبصير في عندي انجل وين هالانجل هيها شايفينها هاي بتوها هاي ايش اسمها الانجل كيو انجل فهمتوا شو هي الكيو انجل ليش انا برسمها لانه الصراحه النت افكت تبع الكوادريسبس ماشي كتير مع مين الكيو انجل معناته وين الكيو انجل هاي النت افكت اذا النت بنروح على الصوره اللي بعديها عشان تفهموا اذا كان النت افكت ماشي مع الكيو انجل هذا النت افكت شايفينه هذا النت افكت هذا الاحمر الكبير هو النت افكت اوفر اول لاين اوف كوادريسبس اذا ماشي مع الكيو انجل معناته الكيو انجل كل ما زادت الكوادريسبس وين بتسحب الباتيلا ميديال ولا لاترال لاترال يعني معناته والباتيلا وين بتخلع اصلا لاترال معناته كل ما زادت الكيو انجل شو بيصير في الباتيلا الريسك انه يصير فيها ايش لاترال اتفقنا بطرح حالي السؤال التالي طب ايش هو الاشياء اللي بتزيد الكيو انجل
واحد الفالجاس مثلا، الفالجاس اوف ذا ني، تمام شايفينه هذا الفالجاس، طلع هنا الفالجاس اوف ذا ني. شو باخذ التيبيال توبيركل؟ وين باخذها، ميدل ولا لاترال؟ لاترال. فمعناته الكيو انجل شو بتصير؟ بتزيد. تمام بتزيد. يعني اثنين اكسترنال روتيشن. اكسترنال روتيشن تبع ايش؟ الانكل فوت التيبيا. اكسترنال روتيشن تبع التيبيا، وين باخذ التيبيال توبيركل، ميدل ولا لاترال؟ لاترال. معناته الكيو انجل شو بصير فيها؟ بتزيد. معناته الريسك اوف باتيلار ديسلوكيشن شو ماله؟ بتزيد. طيب غير هيك، يعني صار في عندي فالجاس ني واكسترنال تيبيا روتيشن، اذا راحت التيبيا اكسترنال روتيشن الفوت على طول كيف بتروح؟ بتصير ايفيرتد، بنحكي لها برونيتد فوت. ماشي. طيب ايش ضل عندك كمان؟ باتيلار سبليكيشن. ايش هو الباتيلا نفسها؟ يعني بصير لها ديسلوكيشن، او ما احنا حكينا، احنا هلا بنحكي كأنه عن الريسكس اوف باتيلا ديسلوكيشن. اوكي. فراكشر كوادريسبس هايبرتروفي. الكوادريسبس اي جزء من الكوادريسبس بصير فيه هايبرتروفي عشان تصير هي لاترال ديسلوكيشن؟ ميديال. لاترال. لاترال عشان تاخذها لاترال. بالعكس اذا صار ميديال ايش بصير الباتيلا شو مالها؟ مور ستيبل. مور ستيبل. فاهم محمد ابو سيف؟ ما هي الميديال بتاخذها ميديال، بس اللاترال بارت بتاخذها لاترال، مش هيك؟ اللاترال الفاستاس، الفاستاس لاترال بتاخذها لاترال، الفاستاس ميديال راح تاخذ الباتيلا ميديال. واضح دكتور؟ طيب مش لما يصير في، صار في عندي ميديال فاستاس ميديالس اتروفي بيزيد الريسك اوف باتيلا ديسلوكيشن. اتفقنا؟ يس. اوكي احكي مين شو بدك تحكي ريسك فاكتور. كنت بدي احكي انه مش لما يصير في external rotation للفوت او للليج بصير في يعني compensation للفوت انها تعمل supination. ليش external rotation؟ ليش بصير compensation للفوت تروح؟ بالعكس هي كل التيبيا بدها تاخذ الفوت معك ايش external rotated. اذا اخذت الفوت صح اذا اخذت الفوت اكسترنال روتيتد كيف الفوت بدها تروح؟ ايفيرتد ودورسيفليكس. هذا بسميه انا اذا صارت ايفيرتد دورسيفليكس بسميها فوت برونيشن. ماشي. اوكي انا حطيت عليه، غششتكم. شو كمان بيكون عندهم ممكن انتيفيرجن؟ تذكروا الهاي فيمورال انتيفيرجن شو سوى بالفيمر؟ خلاه ايش internally rotated. سوى الفيمر internally rotated، فكأنه relatively التيبيا صارت شو مالها؟ externally rotated. externally rotated. فالكيو انجل شو بصير فيها؟ بتزيد. اطلعوا عادي حبايبي، هلا اذا صار في عندي high femoral antiversion valgus knee external tibial rotation with pronated feet، هدول الثلاث بسميهم miserable mal alignment syndrome. شو بسميهم؟ زيربل. واضحه دكتور؟ شو الثلاث؟ الثلاث انت بدك تحكي لي اياهم. مين سال؟ محمد. يلا شو هم؟ انكريز فيمورال انتي فيرجن. تمام. وال النيل شو يعني سب النيل فالجس يعني سبليكيشن. تمام. والاكسترنال تيبيال تورجن. ايوه روتيشن اكسترنال تيبيا روتيشن او تورجن بصير هيك وهيك. ولما تروح التيبيا اكسترنال روتيشن شو راح تاخذ محل فوت؟ بايش؟ ببرونيك. فاهم؟ هذا شو اسمه محمد كلهم ثلاثه؟ ميزيرابل مال الاينمنت سيندروم. ميزيرابل مال الاينمنت سيندروم شو بيزيد الريسك اوف ايش؟ باتيلر ديسلوكيشن. باتيلر لانه كله بزيد الكيو انجل فبسوي باتيلر ديسلوكيشن او سبلكسيشن. واضحه الامور ولا صعبه؟ واضحه. بقسموا الباتيلر ديسلوكيشن لثلاث اقسام كبار اللي هم تروماتيك اللي هو يعني بتصير يعني تنخلع الباتيلا نتيجه اصابه بالعاده بتضرب الهيد بلعبه الفوتبول الامريكي او الرجبي الهيد بتضرب الباتيلا بتخلعها، او بلعبه الباسكت النيه تضرب بالنيه فبتخلع الصابونه.
او كرونيك هي ما توصل لدرجه انها يعني ديسلوكيشن بصير في ترانسبلكسيشن لانه في عندي ليجمنتس لاكسيتي وعندي مال الاينمنت يعني عندي فالجس ني مثلا بالاخر بتعاود تخلع الصابونه او الهابتشي والهدول اللي بيكونوا يخلعوا الاولاد اللي بيكونوا يستعرضوا قدام زملائهم بيخلعوا اكتافهم بيخلعوا صوابينهم بيخلعوا عينيهم بيخلعوا اسنانهم بمزح بيخلعوا بالعاده هاي ايش هاي صار عنده باتيلا ديسلوكيشن شو هاي اسمها؟ هيد تو سايد يعني راس اللعيب هذا ضرب في الباتيلا تبع هذا فخلع له الصابون فهيد تو سايد هاي تروماتيك باتيلا ديسلوكيشن ولا شو رايكم ولا هابيتشوال تروماتيك سيمبتومز بيجي المريض انه بحس انه الصابونه بتخلع منه فبحس بعدم ثباتيه لما بيمشي بخاف تخلع يعني بيجي كمان بانتيريور بين بيجي بسولينج ليش بيجي بسولينج لانه فيوجن ولا هيمارثروسز هيمارثروسز لانه الميديال ستراكشرز بتنمزع وبتصب دم جوا الجوينت شو الميديال ستراكشر اللي بنمزع يا عبد الله الميديال ستراكشرز اللي هم الميديال بلاتيلا فيبيلر فيمورال كمان بدعت الفيزيكال اكزامينيشن راح يكون في عندي لارج هيم ارثروسز عرفتوا ليش لان ميديال ستراكشرز بتكون نزعه وصب الدم اذا ما في سويلينج بيكون هذا ايش عنده المريض هابيتشوال ديسلوكيشن لانه ما صار يعني ما مزع ستراكشرز هو هيك بطبيعته عنده الليجمنتس فيري لاكس ها راح يكون في تندنس على الميديال سايد اوف ذا باتيلا ولا على اللاترال سايد اوف ذا باتيلا على الميديال سايد على الميديال محل من مزعه الستراكشرز مش هيك هلا بالعاده شوفوا لما الباتيلا تدسلوكيت لاترالي الميديال فيمورال كوندايل بيصير انكفرد فالمريض بحس انه الباتيلا وين خلعت ميديال ولا لاترال بحس انها خلعت ميديال فيمورال كوندايل بيصير بارز بالاكزامينيشن في شغلتين اللي هم جي ساين جي ساين وفي الباتيلر ابريهنشن الباتيلر ابريهنشن ايش يعني ابريهنشن انه المريض بفهم انه راح يصير عنده ديسلوكيشن هلا فانا عشان اخليه يفهم انه عنده ديسلوكيشن شو راح اسوي بالتست تبعي راح احاول اعيد تمثيل انه الميكانيزم اوف باتيلا ديسلوكيشن يعني بالمنطق الباتيلا بدها تخلع لاترالي فانا راح اخذ الباتيلا لاترالي وهي بتخلع على 20 30 درجه 20 30 درجه ماشي الحال فانا راح اخذ 20 30 درجه واخذ الباتيلا لاترالي قبل ما اوصل لهي البوينت المريض راح يفهم انه هو راح يصير عنده باتيلا ديسلوكيشن وراح يخليك يتم راح يمنعك تسوي هذا التست طلعوا هون طلعوا هون شايفين هاي المنطقة الباتيلا خالعة هون ولا خالعة هون لا 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 ترد أنا مش فاهم عليكم يعني بواحد خالعة ولا باثنين بواحد بواحد هذا هو اللي بدي أحكي هي خالعة طلعوا هي خالعة على اثنين بس طلعوا الميديا الفيمورال كوندايل لأنه بارز مبين الباتيلا أنها خالعة وين ميديالي نفتكر شو قصدك بخالعة يعني خالعة طالعة dislocated ليس لي أي مقاصد أخرى من هاي تبين هاي يعني وهاي واحد فهي خالعة لوين لا خالعة على اثنين لا ترى لي شفتوها بس هذا اللي مبين بواحد هو الميديال فيمورال كوندايل من كتر ما هو كبير بمبين إنه الخلع على الميديال مش هيك فهمتوا ايش قصدي بالانكفرنج وميديال فيمورال كوندايل السؤال الاولى شو شايفين طلعوا في سويلينج في بروزز مش هيك مش هيك وخاصه على الميديال سايد صار في سويلينج وبروزز محل ما صار في عندي تير في الايش ميديال باتيلو فيمورال ليجمنت فاهمين علي ولا انا بحكي اشياء صعبه فاهمين صعبه شوي طلعوا هذا اسمه باتيلا ريبريهنشن تيست هي يثني الرجل 20 30 درجه بالثمب تبعه بده ياخذ الباتيلا لاترالي المريض بالعاده ما بخليه يكمل الفحص بيقوم بيمسك ايد الايد مين ايد الدكتور بقول له اذا سمحت ما تسوي الفحص هلا بتخلع الصابونه لانه اتس ا تروماتيك اكسبيرينس اتس فيري بينفول اكسبيرينس ما بخليك تعيدها ماشي الحال هذا التيست بنعمله للي بيكون عنده اصلا ديسلوكيشن بالضبط هذا ابريهنشن تيست مش اللي عنده ديسلوكيشن للي يعني بعد لا ممكن انت تفحصه ممكن انت تفحصه ما هو ما المريض بس يخلع الباتيلا ممكن يجيك على العياده بعد 3 4 شهور بدك تتاكد هو صار عنده في الباتيلا ديسلوكيشن ولا شيء ثاني ماشي الحال فانت بتسوي الباتيلا ابريهنشن تيست هو بيجيك بني بين
وانستابيليتي ممكن يكون اس ال، فبدك تاكد هو اس ال ولا بتلر ديسلوكيشن، صح ولا لا؟ بتسوي الابريهنشن. اه هلا هذا طلع وهاي الجي ساين طلع، هاي الرجل مسوى فيها عمليه اللي فيها سكار، فالباتيلا راح تحسوا انها بتتحرك مستقيمه، بينما هون على الصوره الثانيه راح تحسوا انه الباتيلا بتتحرك هيك على شكل جي. هلا حتشوفوها اه تتحرك ايش على شكل جي، اه حتى الجي معكوسه انا بحسها. اطلعوا على الفيلم كويس هلا وشوفوا الجي ساين، طلعوا على الباتيلا كيف هلا بدها تصير. شفتوها وين راحت؟ شفتوها وين راحت الباتيلا؟ اه وين راحت يا منار؟ راحت لفوق ولاترال، لفوق ولاترال، لفوق ولاترال. اتفقنا لفوق ولاترال. بدنا نحكي عن شغلة أخرى كمان في الباتيلا. هلا الباتيلا الصراحة الباتيلا بتخلع قبل ما تخش الجروف تبعها، هذا الجروف شايفينه هذا؟ هذا هو الجروف تبعها، هذا أنا بسميه إيش أنا؟ تروكليا. آه. بسميه تروكليا، هذا البارت من الفيمر بسميه تروكليا، محل ما في الباتيلا أرتيكوليتنج. صراحة إن الباتيلا بتخلع قبل ما تخش هاي التروكليا، بتخلع لترالي. إذا دخلت هاي التروكليا مين بتحسوا اعلى؟ طلعوا هذا اللاترال كوندايل اعلى ولا هذا الميديال كوندايل اعلى؟ لاترال. ومعناته الباتيلا شو مالها، بدها تخلع لاترال ولا ميديال بالمنطق؟ ميديال. بدها تخلع ميديال صح، لانه هذا اعلى من هذا، هذا راح يمنعها صح، راح يمنعها مزبوط. بس الباتيلا بتخلع لاترال، دليل انها بتخلع قبل ما تخش هذا هاي التروكليا. فهمتوني؟ يصير انها بتخلع قبل ما تخش هاي التروكليا. فاهمين علي كيف؟ طب افرض انها دخلت هاي التروكليا وخلعت لترال، شو معناته اللترال كوندال شو ماله؟ انكسرت، فراكشر فيها، فراكشر او شو مالها خلقيا شو مالها؟ ضعيفه او مش مش اصلا مش غيره يعني هايبو ايش؟ هايبو بلاستيك، فيها هايبو مثلا الريسك للباتيلر ديسلوكيشن، لترال فيمورال كوندايل هايبوبليزيا ولا ميديال فيمورال كوندايل هايبوبليزيا؟ لترال فيمورال كوندايل هايبوبليزيا. محمد هايبوبليزيا. طيب لو قلنا فاستس ميدياليس هايبوبليزيا ولا فاستس لاتراليس هايبوبليزيا محمد؟ مش فاهم السؤال دكتور. اذا حكينا مين ريسك فاكتور للباتيلر ديسلوكيشن، فاستس ميدياليس هايبوبليزيا ولا فاستس لاتراليس هايبوبليزيا؟ لاترال هايبوبليزيا. انا بحكي عن طلع، بحكي عن الفاستس ميدياليس، الفاستس ميدياليس مسل مش الـ مش الكوندايل. ها هي الباتيلا بتخلع لاترال، بتخلع لاترال، فانا يكون في المسل اللي بتكون فيها هايبوبليزيا عشان تخلع لاترال؟ ميديال. ميديال. انتوا فهمتوا شو بحكي ولا صعب عليكم؟ اه يعني بدها تكون الميديال ضعيفه حتى انها اللاترال تاخذها. تمام، يعني انا بدي بصير عندي فاستس، طلعوا انا راح احط اختصارات، فاستس ميدياليس مسل هايبوبليزيا، هايبوبليزيا عشان تخلع لاترال، هذا ريسك فاكتور. اه بينما بيكون عندي، طلعوا طلعوا، بيكون عندي لاترال فيمورال كوندايل ايش هايبوبليزيا عشان تخلع لاترال. محمد فهمتها؟ الصراحة ما فهمت آخر نقطتين، إن الهايبوبلاستيك. أيوة هايبوبلاستيك كانت غيره شيء. آه هاي تاعت الباتيلا طبعاً. هسا إذا كان لاترال هايبوبلاستيك فراح تخلع لاترال مظبوط، إذا كان ميديال هايبوبلاستيك فتخلع ميديال. مش بس ميديال، بس مش ميديال المسل ولا البون، المسل ولا الكوندايل اللي بتحكي أنت؟ أنا بحكي على الكوندايل. الكوندايل إذا كانت اللاترال اللي هي هاي هايبوبلاستيك هون صغيره، الباتيلا بدها تخلع لترالي مش هيك؟ ما هي الباتيلا بتخلع لترالي، فهي اللترال ايش هايبوبلاستيك مش هيك؟ اه ترى في مره تكون داين هايبوبلاستيك، بس انت هون في رابط عليها مسلز مش هيك من فوق مش هيك؟ اه من الكوادريسبس هون رابط عليها مسل من هون ومسل من هون، اه مسلين من النص مش هيك؟ اه هلا عشان تخلع لترالي يعني لازم تكون ضعيفه، هاي واحد الفاسس ميدياليس اللاتراليس ولا اثنين الفاسس ميدياليس؟ يعني اثنين لازم تكون ضعيفه. ضعيفه، فهي الفاسس ميدياليس هايبوبليزيا واللاترال فيمورال كوندايل، هذا اللاترال فيمورال كوندايل هايبوبليزيا. فهمت محمد؟ اه
تمام. فاذا اذا الميديال هايبوبليزيا بتخلع على ترالي. اذا الفاسس ميدياليس هايبوبليزيا بتخلع على ترالي. اذا اي كوندايل هايبوبلاستيك بتخلع على ترالي. اللاترال فيمورال كوندايل. ابدعت. هلا الباتيلا يا حبايبي، هاي شايفينها هاي الباتيلا، هاي الباتيلا. اذا قلبتها من تحت لها ثلاث فاسيتس، ميديال فاسيت هذا ولاترال فاسيت هذا وشيء اسمه اوت فاسيت مش مهم. هلا الباتيلا بتخلع وين؟ بتخلع ايش؟ لاترالي. بعدين الجسم برجعها فورسفولي وهي راجعه. هذا شو اسمه الفاسيت؟ اي واحد فيهم يا عبد الله؟ ميديال. وهذا يا ايمان؟ لاترال فاسيت. هلا وهي راجعه الباتيلا بتكون هي خلعت هون، الباتيلا بتكون هون، وبعدين وهي راجعه بضرب الميديال فاسيت هذا باللاترال فيمورال كوندايل هذا، فبكسر الميديال فاسيت تبع الباتيلا وبكسر اي كوندايل؟ اللاترال فيمورال كوندايل. ديانا معنا؟ دكتور معك. هلا بنشوف. فبالراديوغرافز ايش ماله؟ بشوف انا ممكن اشوف لوز بادي او فراكشر. وين بيكون الفراكشر هذا يا ديانا؟ بيكون على اللاترال كوندايل وعلى الميديا فاسيت. بدعتي. والام بي اف ال شو بشوف فيه؟ تير. اوكي بشوف تير. طيب يلا يا محمد شو شايف بالصوره رقم واحد؟ هاي الصورة. هاي واحد. شو شايف؟ يعني احنا ايش بنشوف بالراديولوجي؟ بنشوف انه ايش ماله واحد هون، شو مبين؟ هاي الباتيلا مالها؟ كويس ممتاز. حلها صحيح هون؟ لا هي طالعة لفوق صح؟ مش عارف. ايه طالعة بالمرة، طالعة لترال. والدليل هاي شايفينها، فهاي الباتيلا ديسلوكيتد تماما، فهاي باتيلر ايش؟ ديسلوكيشن. طيب هذا اكزيال فيو، هذا الميديال فيمورال كوندايل، هاي اللاترال فيمورال كوندايل، وهاي ايش هون عندي يا محمد؟ باتيلا. شو مالها الباتيلا؟ لاترال ديسلوكيتد. ديسلوكيتد هي لازم تكون هون مش هيك؟ لازم تكون هون. اوكي. ايمان؟ دكتور. ولا مين؟ منار. كيف بالصورة رقم 3؟ ممكن تأشر لي عليها؟ كمان هون في لاترال هون، يعني خلع الباتيلا ولاترال خلعة. أنا حاسس الباتيلا يعني قريبة من هاي الجروف تبعها، قريبة من الجروف. في شيء هي قريبة بس إنه في شوي. في شيء تاني هيك مبين، شو هو؟ في سبلكس مزبوط. هي سبلكس بس مش إيش مالها؟ سبلكس بس مش خلعة مزبوط. في ايش حكيتي؟ الميدل كوندايل كانه شو مالهم؟ طلع انا شو شايف هون؟ انا بعرف انه في اشي صعب، طلع انا شو شايف هون؟ شايفين؟ في هيك شقفة بون صغيرة شايفينها؟ من وين طلع هاي شقفة البون الصغيرة؟ من الميديال فاسيت، فذيس از ا ميديال فاسيت فراكشر. فهمتوني كيف؟ هاي صح مبينة شقفة عظم صغيرة بس عليها ارتكيولار كارتليج كبير، فهي جوا بتبين كتير كبيرة. ماشي الحال. الصورة الأخيرة يا مين؟ ديانا. الصورة الأخيرة شو شايفة فيها إذا سمحتي؟ فيها سبلكزيشن لأنه مش كتير مبعدة عن المكان المفروض تكون فيه. شاوري لي على السبلكزيشن اللي أنت شايفها. الصورة الأخيرة أنا قصدي يعني هاي. هاي طلع. انا اقول لك هي فيها سبلكسيشن ممكن بس مش قادر انا احدد صراحه. وفي اللاترال طلع هي هالباتيلا، شفتوها؟ هي الباتيلا. يس. هلا انا راح اشيل الصوره الرسمه، حتلاقوا انه محل الباتيلا في هايبر دنسيتي. جاهزين؟ 1 2 3. شفتوا الحدود؟ بس في شيء ثاني مبين يا ديانا.
في زي هذا الكسر الصغير اللي هناك بس في على الميديم. حد عنده أقوال أخرى؟ أنا شايف كسر كبير شايفينه. هذا 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 هاي الشيء في شايفينه. كوندايل فراكشر. أي كوندايل يا محمد؟ ميديم. هاي الفيبيولا. هذا ميديم؟ لاترال. لاترال فيمورال كوندايل فراكشر. شفتوه هلا الفراكشر بعد ما وديت لهذا؟ يس. عندي لاترال فيمورال كوندايل فراكشر. فهدول بشوفهم بالإكس راي. اتفقنا؟ طب ليش الميديال كوندايل بس بين اصغر من اللاترال في الاكسيال ايمجينج؟ وين هذا باي ممكن تشاورني انت وين قصدك؟ طلع طلع انا بس احكي لك. طلع هون تطلع اللاترال كوندايل كثير اعلى من الميديال كوندايل صح؟ مش احنا حكينا انه الميديال بتكون اكبر. حكيت عن شغلة كبيرة جدا. انت شوفوا اذا اخذنا anterior posterior اللاترال femoral condyle is more anterior. اذا اخذنا proximal distal الميديال femoral condyle is more distal. اوكي ماشي الحال. فعشانها more distal هي اكبر. عشانها more distal هي ايش مالها؟ اكبر. يعني تطلعوا هون طلعوا هون هاي الميديال femoral condyle قديش كبيرة بينما الفيمورال كوندايل شو مالها؟ اصغر. صغيره. اصغر. ماشي الحال. فعلى بروكسيمال ديستال ميديال فيمورال كوندايل اكبر، على انتيرير بوستيرير مين مور انتيرير؟ اللاترال. ماشي الحال. شفتوا بس تصيروا تفهموا بصيروا تسالوا. تريتمنت لاي شيء في العظام؟ نان اوبرتيف واوبرتيف. نان اوبرتيف حكينا. رايس. رايس. زائد ايش؟ وانالجيسيا وفيزيوثيرابي. هاي بالعاده من بنحطها بالمرضى اللي بصير عندهم ايش؟ فيرست تايم باتيلر ديسلوكيشن او اللي عندهم هابيتشوال ديسلوكيشن، لانه هابيتشوال ديسلوكيشن شو ما تسوي له عمليات راح يخربها. الليجمنت بتصير ريلاكس فيري ريلاكس. اوبراتيف هالشقفه اللي انكسرت شو بدي اسوي فيها؟ برجعها او بشيلها بالمره، بسوي لها ارثروسكوبيك ديبرايمنت او بسوي لها ايش؟ ريبير او فيكسيشن. الام بي اف ال اذا شيء انقطع، ام بي اف ال انقطع شو بسوي له؟ ريبير. اذا ما قدرت اجيب الحفه على الحفه واسوي له ريبير بسوي له ايش؟ بقص. بعمل ريكونستراكشن. ماشي الحال. الكيو انجل عندي عاليه شو بعمل عشان انزل الكيو انجل؟ يعني اذا فالجس اكثر بدي اسوي له ايش؟ فارس استيوتومي. مش هيك؟ عنده هاي فيمرال انتي فيرجن بدي اسوي له استيوتومي عشان اقلل الانتي فيرجن. الدكاتره اشطر من هيك، عشان هيك اخترعوا كونسبت الكيو انجل. قالوا احنا التيبيال توبيركل بس شو بنسوي فيها؟ ناخذها هي لاترال ناخذها ميديال بنحركها ميديالي، فبنسوي تيبيال توبيركل استيوتومي. اذا حركت يا محمد التيبيال توبيركل من لاترال لميديال الكيو انجل شو بيصير فيها يا محمد؟ من لاترال لميديال بتقل. فالباتيلر ديسلوكيشن شو ماله؟ بقل. بغض النظر عن السبب، انتي فيرجن السبب، فالجس ني، اكسترنال تيبر روتيشن، مش مهم. المهم اني احرك تيبر توبيركل من اللاترال للميديان، انا بقلل الكيو انجل وبيصير في عندي ايش؟ وهكذا بيصير عندي ايش؟ استابيليتي. طب دكتور بتضل الناس يعني مال الالاينمنت موجوده؟ بيضل المال الاينت موجود بس الباتيلا بتخلعش اللي هي السيمتوماتيك. الاشياء المال الاينت المريض بالعاده بشكيش منها، الهاي فيمورال انتي فيرجن ما بشكو منها، بشكي انه قاعد الصابونه شو مالها؟ بتخلع. الصابونه شو مالها؟ بتخلع. دكتور بدي اسالك هلا لما نحكي انه مثلا حدا رجله بتخونه، هاي انه هاي لها علاقه